إلى أي مدى برأيك ستتأثر حاليا الشراكات الاقتصادية العالمية العابرة للقارات جراء هذه العقوبات على روسيا؟ أعتقد بأنها لن تكون فعالة على الإطلاق. الحجة بأنها غير منطقية إذا ما نظرنا إلى الوحدة في العالم بشأن الهجمات السيبرانية ضد دول الجوار. العالم حتى الصين أدانا مثل هذه الهجمات، فهناك شبه إجماع بمجرد ما تنتهي هذه الأزمة فإن التجارة سوف تستمر مرة أخرى كما كان الحال دائما. وتذكر بأنه باستثناء الطاقة إن روسيا ليست اقتصاد مهم لباقي دول العالم. اسمح لي يا دكتور بيتر، لكن الشركات الغربية التي صفت أعمالها في روسيا، حتى على مجال الطيران، أكثر من 500 طائرة بوينغ وإيرباص مثلا، بوينغ وإيرباص موجودون في داخل روسيا مثلا، ماكدونالدز مثلا، هذه الشركات هل من السهل أن تعاود نشاطها مرة أخرى؟ لا، لن يكون من السهل بالطبع لسببين: السبب الذي ذكرته، وأيضا بسبب أن بمجرد انتهاء الحرب من سيثق في الرئيس بوتين؟ لن يكون من السهل الثقة فيه مرة أخرى. بالتالي التجارة سوف تستمر ولكن ببطء. في نهاية المطاف التجارة مهمة اقتصاديا للجانبين وخاصة لروسيا. روسيا لا يمكن أن تقف في أمام مقاطعة دول الغرب لفترة طويلة. هذه الأزمة لا يمكن أن تتحملها روسيا، وسوف يتم تسويتها ببطء عقب انتهاء الحرب.